طيب برج القوس راح تكون طاقتك هون، شكلك انت في طاقة نارية، هي يعني طاقتك. انت شوية متجمد المشاعر، وانت شوية حازم وعندك قوة، وكأنك مارق عليك كتير، وكأنك في وقت نضوج، نضوج عقلاني ونضوج مشاعر. ويمكن انت حاليا في زواج او ارتباط او في عمل، وحاسس نفسك انك انت نضجت، كأنه مر عليك اشياء كثير وانت حاليا في نضوج. انت احتمال تكون في ارتباط، في زواج، للبعض منكم احتمال هذا الشخص رجع لكم اللي انتم بتفكروا فيه، واحتمال انتم شايفينه هو دخل في زواج اخر غيركم انتم، او دخل في علاقه غيركم انتم. احتمال انتم حاسينه انه هو الشخص المناسب لكم لزواج. الشخص هذا شكله عنيد جدا. كمان انا شايفه هذا الشخص مهتم في عمله وانجازاته. الشخص هذا مارق برحله، هي رحله الانجازات والاهتمام في النفس والاهتمام في الذات. الشخص هذا شكله محب لنفسه. الشخص هذا يمكن طلع مؤخرا من علاقه، او خرج من موضوع زي زهق منه وترك المواضيع كليتها وتقدم للامام. احتمال هو خارج من ارتباط او خارج من عمل، لكنه هو مبسوط من خروجه من هاي العلاقة او من هذا العمل. خلينا نشوف. لكو كروت النصيحة، واخذ نصيحة لبرج القوس. هون بيحكوا لك ask your angels، اسأل الملائكة. شوف not the right time، الوقت مش مناسب. هناخذ لك كمان كارت، حس هيك قلبي بده، لازم اخذ لك كمان كارت. بيحكوا لك انه في غضون الأشهر القليلة رايت الوقت مش مناسب، لكن في غضون الأشهر القليلة راح نشوف شو بيصير من خلال قراءتنا. شوف الرومانس، هيلينج فاميلي اسيدز، لازم يصير شفاء او معالجة مشاكل اسرة. ممكن انه حياتك رح ترتاح لما يصير في شفاء اسري. مال انت شخص مثلا متزوج وعندك مسؤولية منزل، او عندك شخص مسيطر في المنزل وانت زي غضبان منه او ماخذ موقف منه. مال الشخص هذا متزوج وقصته واقفة انه يكون عنده اطفال، وهدول الاطفال كنت احكي لكم انهم مش مسامحينه او زعلانين منه، وهو غادرهم، ترك الأطفال وترك المنزل وغادرهم. احتمال it is for you to love. هم بيحكوا لك من الآمن أن تحب، يعني افتح قلبك للسلام وأعطاء أفضل طاقة من الحب. هو أمان إنك تحب. إذا الشخص هذا مثلا طالع من علاقة زواج ووراء أطفال، بيقول لك هو آمن أن تحب. شوفوا لكم كمان شخص طالع من شيء، إما عمل أو زواج. ناخذ لكم. طيب
هون بيحكوا لك في خيارات عديدة وقرارات غير تقليدية، سلسلة طويلة في ليلة واحدة. بيعطوا خيارات وأشياء عديدة لازم تاخدوها في ليلة واحدة، هي اللي هي المفاتيح. هون بيحكوا لك اختيارات صحية واتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية، ولازم تكون أكثر سعادة. ففي خيارات لمصلحتكم لازم تتخذوها في الوقت حاليا هذا، أو الوقت مش مناسب إنه تاخذوا خيارات. خلينا نشوف، نشوف القراءة أول شيء. طيب الشخص هذا حاليا مشغول في عمله، الشخص هذا مشغول في شيء، إما في عمله أو مشغول في أشخاص آخرين مثلا كالعائلة كزواج، أو بفكر في مثلا بيحكوا لك في تسامح للأطفال لازم يصير أو أسرة. فاحتمال إن الشخص هذا المتحير في أسرته بحاول يوازن أسرته وبحاول يراضي الأطراف. الشخص هذا فيه عنده مشكلة إما في الأسرة، شخص إما هذا متزوج أو مرتبط بأسرة تقليدية وبتحب كل شيء في يعني تمشي عادات وتقاليد. طيب الشخص هذا شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شافك انك انت شخص عملي جدا وانت حققت انجازات سريعة، لكن انت اثناء تحقيقك لهذه الانجازات كنت صارم، كل شيء في عملك في الحياة عامة في المشاعر في الحب كل شيء كنت صارم، وانت شخص مرتب مرتب جدا وبتحب كل شيء في دقة، وبتحب انه اللي قبالك يقنعك بعقلانية، مش انت مش حيلا كلام يقنعك، انت مش سير خداعك، مش سير خداعك، وشعر انه هو مش قادر يخدعك، وانه هو اذا بده يتقدم لك بده يعني بده تكون الاحداث مقنعة الك. شافك شخص هو حبك الشخص ده، معجب فيك جدا وحبك الشخص ده، لكنه شايف عندك شروط لعلاقتكم عشان تتم، وشافت انك عنيد وشخص انت محقق كل انجازاته واحلامه وطموحاته، وشافك عقلاني جدا جدا لدرجة انك انت شاعر من ناحيتك الاسف صوت، يعني شاعر انك انت شخص ما بقطعش فيك الاشياء الخداعية، يعني مثلا يخدعك في شيء انت طوال بتدور في المواضيع وبتحقق وبتعرف الحقيقة من الخداع. طيب هو شو انت في عقل الباطني؟ نشوف انت في عقل الباطني شخص مرح جدا وشخص بتحب الحياة، شخص مغامر وشخص بتحب السفر، انت بتسافر من دولة لدولة او متنقل، يعني عامة انت متنقل، شخص هادي ورزين وثقيل. شايفك انك انت بتفكر في الاحداث لكن بروية مش متسرع، مش متسرع. شايفك انت لبق في الكلام كتير، وانت الكلام اللي بيخرج منك بيكون بعفوية لكن انت بتكون قصده. شايفك يا برجك مرح وبتحب الحياة، القوسيك مرح وبحب الحياة وبتجاهل كل شيء يؤلمه، وشافك هيك انك تتجاهل كل شيء يؤلمك، بتغيب مثلا يوم بتعالج نفسك من كل شيء حدث في اليوم هذا، بتقفل كل شيء وبترجع لحياتك الطبيعية. يعني اذا صارت مشكلة وقتي انت بتنهيها، بتفكر فيها مثلا بتعمل مديتيشن او بتعمل حالة صمت في حياتك في يومك هذا، وبتفكر في كل الاحداث اللي صارت وبتقوم مطنش كل شيء وبتمشي بحياتك عادي ولا كأنه صار اشي بحياتك. شايفك نشيط جدا جدا، وشايفك انت بتحب السفر والتنقلات، وشايفك يمكن انت شخص مشهور او في شيء انت عامل فيه شوية مجازفة، لكن وعارف انك انت مجازفتك انت بتكون متأكد انها رح تنجح. صح انت مجازف، لكن مجازف على شيء انت متأكد وواثق منه انك رح تنجح. لا هو شايف انه
العلاقة هي ثلاثية، إما من طرفك أنت يا برج القوس أو من طرفه هو. أنا شايفك أنت مرتبط وهو مرتبط، يعني احتمال تكون علاقة رباعية كمان. الشخص هذا بواجه مشكلة، هو شايفك أنك أنت بتحب العلاقات الكتيرة واللمة اللي حواليك ومتخربط فيك. هل أنت بتحب الاستقرار مثلا أو بتحب العلاقات؟ هو مش فاهمك، الشخص هذا مش فاهمك، هو شايف انه انت في حدا متحكم في هذا الشخص، اما من اسرته مثلا عارضين عليه يتزوج من الاسرة نفسها، عارضين عليه عرض مثلا يتزوج من الاسرة نفسها، هذا شرطه مثلا، هو قلقان يرضي الاطراف جميعها. احتمال انه يكون الاب مسيطر عليه أو الأخ الكبير، مثلا هو بده يتزوج بنت أخوه، بنت عفوا مثلا بنت خاله، بنت عمه. في شروط في العلاقة أو في تدخل أطراف زي منعين إنه هاي العلاقة تتم، والشخص هذا مش موافق على اللي بيسووه مثلا الأطراف التانية، الأسرة. انتوا في عندكم مشكلة في الأسرة. هو شايف الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، هو شايف إنه فيش استقرار أسري عنده. أنا أشوف بس شوي، نحس شوي القراءة فيها تدخل طرف مسيطر، يعني شخص كبير، أب، رب أسرة، يعني شخص كبير. احتمال يكون في بعد مسافات بيناتكم، أو أنت من مدينة وهو من مدينة، والأسرة رافضة تاخد من هاي المدينة. الشخص ده شايفش اكتفاء بيناتكم، أو أنتوا مش من مستويات بعض. حاسس ان هذه العلاقة ينقصها رضا اسري، وحاسس ان في اي لحظة هاي العلاقة يعني بتتسكر. هو شايفك شخص متذمر بعض الشيء، يعني شايفك شخص متذمر ومسيطر على نفسك، وشخص منفتح على الآخرين، شخص بتحب العدالة وبتحب اللي بقلبك على لسانك. انت بتمسك حالك فترة، ولكن تعرف تاخد حقك، تعرف تاخد حقك. شايفك انك انت بتعرف تاخد حقك كويس. شايفك عصبي شوي ومتذمر شوي، يعني في اشياء بتقلقك كتير. شايفك انك انت زي قطعت العلاقة، قطعت بسبب مثلا دخول اطراف العلاقة، دخول حدا اخر دخل حياتك انت او الشخص الاخر. احتمال شايف انك انت دخلت في زواج او خطوبة او مع شخص اخر علاقة ورحلت عما تركته ورحلت. طيب انت كيف شايفه؟ انت شايفه شخص متعب جدا وصامت ودخل طرف اخر الشخص هذا، شايفه انه هو مثلا يعني اتعبك كثير، انت تعبت مع الشخص، الشخص هذا اخذك لفه طويله معاه. الشخص هذا شايف انك انت سبق انهيار اعصاب منه، وانت شايفه انه شخص مش متوازن او مش عين كلمته، شايفه شخص صامت ومش راضي يعبر عن مشاعره. انت شايف ان العلاقة وهو شخصيته متعبة، شخصيته متعبة، غامض، متحكم، وهو بده يتحكم في العلاقة، بده اياك مثلا ان انت ترضى معاه فيه مع الطرف اللي معاه. انت شايف ان هاي العلاقة متعبة جدا، يعني كأنها يعني نفس صبرك في هاي العلاقة. هو شو ناوي حاليا؟ هو ناوي الشخص هذا يسيطر على الموقف اللي
اللي هو فيه، عشان هيك بقول لك مش هلأ، مش هلأ. خلينا أشوف الخطوط المصلحة. هون بقول لك أنا إنك تحب، احتمال إنك أنت دخل حياتك شخص آخر غير هذا الشخص اللي إحنا بنقرأ له، لأن الشخص هذا بعتقد الهيلينج فاميلي إله مش إلك. هذا رايت تايم، هذا مش وقت الشخص، لأن الشخص هذا لسه بده يتباعد ويسيطر على الموقف، يسيطر على طرف ثالث بيناتكم. الشخص هذا إما متزوج أو دخل علاقة أثناء أنتم كنتم معي. هون بقول لك اسأل الملائكة، يعني صلي اسأل ربنا إنه هل مثلا إذا الشخص هذا منيح في حياتي ف قدم اللي فيه خير، وإذا في شر يعني ابعده عني، ويا رب ما تعلق قلبي فيه. يعني اسأل ربنا، يعني ادري شيء لنفسك. وقولوا لك في الشهور القادمة، الشهور القادمة هذا نيكس. خلينا نشوف هذا شو بيحكي. في خيارات عديدة عندك، أنت في حياتك أشخاص غير هذا الشخص، او في طرف مثلا عرض عليك حب، عرض عليك شيء، في خيارات لازم تاخدها، في خيارات لازم تاخدها. وهقول لك خيارات صحيه. الشخص هذا غير صحي لحياتك، الشخص هذا اما مرتبط وانت شايفه مرتبطه فكره، وصمت عنك وتركك وتباعد عنك. الشخص هذا مقرر اصلا يضل بعيد ومختفي، و تعرف الشخص هذا شو بدوش يظهر لك شو بصير في حياته او شو نواياه من ناحيته. شخص تضل مسيطر على نفسه وملتي في اللي هو ملتي فيه، في عنده نقاشات ومواضيع أخرى، في طرف ثالث في الموضوع، في طرف ثالث. خلينا أحكي لكم الأبراج. إيه عنا برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، الأسد، الميزان. هو شايفك حقاني حقاني يعني، ما بهمكش ولا شيء. انت بتنفجر، انت بتصمت بتصمت بتصمت، فجاه بتفرقع وبتحكي كلمه الحق وبتقطع. انت بتناقش مثلا، انت بتسكتش عن حقك. لو سكت فتره بتكون بتحكيها تخطيط، تخطيط. تابعنا برج الاسد، الاسد، الميزان، دل، السرطان، الحوت. الشخص هذا نواياه وخطوته في رجوع، فيش رجوع. نواياه انه يخبي مشاعره ويسيطر على نفسه ويسيطر على الموقف اللي هو فيه، هو في موقف لا يحسد عليه من اتجاه الاسره. الشخص هذا غضبانين عليه اسرته، فبحاول بده يحاول انه يراضيهم. اول اشي اهتمامه انه يرضي الاطراف، يرضي الاطراف اللي حواليه. حاليا هو مشغول في هذا الشيء. هذا طبعا بيعني كل الابراج، برج الاسد، الدور، الصقر او النسر، وبرج العقرب، وهون العذراء. يعني الطاقات كلها متجمعة هون، كل الطاقات موجودة، نارية، ترابية، مائية، هوائية،